بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. الحديث موصول وإياكم مع منارات العلم، وحديثنا اليوم عنيزة ديار العلم والأدب. الفيحاء أم نجد باريس العرب، تلك التي تغنى بحبها الشعراء والأدباء ووصف جمالها الرحالة العرب والأجانب. اسم مدينة عنيزة مأخوذ من العنز، وهي الأكمة السوداء أو التل، موقعها اليوم في الشارع التجاري عند سوق السدرة أو مكان مستشفى عنيزة العام. سماها بعضهم بباريس العرب لجمالها وحسن معشر أهلها، وهي أجمل من باريس إذا خالط شعاع الشمس صحراءها ونخيلها. عنيزة يا مطرزة الخيال، على ما رق من ثوب الرمال، رأيتك يا عنيزة فاستثيرت لواعج لم يقاومها احتمالي. من الصعب أن أستقصي جمال وجلال مدينة عنيزة، ولذا سأكتفي بالجانب العلمي ومن له بصمة في تاريخ السعودية أو في العالم. تميزت مدينة عنيزة عن كثير من المدن السعودية بتقدم التعليم الأهلي فيها وبروز كثير من أبنائها في الجانب التعليمي في السعودية. في سنة 1340 افتتح الأستاذان صالح عبد الرحمن القرزي رحمهم الله مدرسة نظامية تعد أول مدرسة نظامية في عنيزة. وبعد جولة في الكويت والزبير عاد الأستاذ صالح بن ناصر الصالح إلى عنيزة سنة 1348 وافتتح مدرسة نظامية. وتميزت مدرسة الأستاذ صالح الصالح رحمه الله تعالى بجودة التعليم وتنوع المواد، حتى الصحف العربية كانت تأتي إلى المدرسة. وقد حقق الكثير من أبناء مدينة عنيزة الأولية في الجانب العلمي في السعودية، بل منهم من تقلد مناصب رفيعة فيها. أول طبيب في منطقة القصيم هو حمد العبدالله الحمد البسام رحمه الله تعالى، وقد تخرج من الهند وهو من أبناء عنيزة. أول وزير في الدولة هو عبد الله سليمان الحمدان رحمه الله المعروف بابن سليمان، وقد جمع بين أربع وزارات وهو من أبناء عنيزة. أول دكتور يتخرج من لندن هو عبد العزيز العبد الله العلي الخويطر، وهو من أبناء عنيزة أيضا. من أوائل السعوديات التي حصلنا على شهادات عالية في التعليم ثريا محمد التركي وابتسام عبد الرحمن البسام، وهما من عنيزة. وقد تخرج من مدينة عنيزة علماء أجلاء صار لهم شأن كبير في بلادهم، بل منهم من وصل العالمية بجودة علمه وتصنيفاته. الشيخ عبدالله بن فايز بالخير رحمه الله كان معروفا بعبادته وتدينه، كل ليلة يقرأ 10 أجزاء مع جماعة من بعد العشاء إلى نصف الليل. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان رجلا زاهدا ورعا، تنازل عن راتب المعهد العلمي وصار يشرف عليه احتسابا، وكان رحمه الله يوزع الزكوات والصدقات من التمور وغيرها على الفقراء ولا يأكل تمرة واحدة، يعيش من مال يرسل إليه أبناؤه من الرياض. الشيخ القاضي علي محمد الراشد رحمه الله أكل مرة تينا فتبين أنه هدية من امرأة لها خصومة عنده، فدعا بماء وملح وتقيأه. الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله الملقب بمكنسة المذهب لعلمه وحفظه، رحل مشيا على الأقدام لطلب العلم من عنيزة إلى بغداد. ولما وصل بغداد رأى مخطوطة في الآجرومية في النحو، فاشتراها بتمر جاف يبيس عنده هو قوته وزاده. كان الشيخ عبد الله بن حسن البركان رحمه الله مدرسا في المعهد العلمي في عنيزة، وقد استفاد الطلاب من علمه وخلقه. عرضت عليه إدارة المعهد تدريس العروض في الشعر لعدم وجود من يدرسه، وهو ليس له إلمام به، فكان يراجعه في البيت ثم يقدمه للطلاب أحسن تقديم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له مواقف كثيرة، وأكثر أهل عنيزة وغير أهل عنيزة يعرفونه، لكن بذكر لكم موقف غريب حدثني به ابنه الأخ عبد الرحمن. لرغبة خاصة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يطلب من عياله إنهم ما يسمون عيالهم عليه، كل ما بغى واحد يسمي ولده محمد الشيخ يرفض. وفي يوم من الأيام الله رزق ولده إبراهيم ولد، فجال الشيخ وقال له يا يبا أبشرك جاني محمد. فقال أبوه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله محمد لا 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 تسمي عليه. قال يا يبا مو عليك، على المفتي الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ. قال الشيخ بن عثيمين ما دام على المفتي الشيخ محمد إبراهيم ما في مشكلة سمه محمد. طبعا الأخ إبراهيم أراد بتسمية محمد على أبوه الشيخ محمد. طبعا الأخ إبراهيم كان يشتغل في الرياض، فكان شبه يومي الشيخ بن عثيمين يتصل على زوجة إبراهيم أو على إبراهيم، شلون المفتي؟ طمنوني على المفتي. يقول الأخ عبد الرحمن كبر محمد ولد أخوي إبراهيم، فكان حتى وهو يلعب في الشارع ينادونه المفتي، ربعه ينادونه المفتي.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى آخر حياته وهو يعلم الناس، حول غرفة في المسجد الحرام إلى غرفة عناية مركزة يلقي الدرس وهو مستلقٍ على ظهره رحمه الله. العلامة المحقق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين رحمه الله، لا توجد مكتبة في العالم فيها مخطوطات ونوادر إلا وزاره نقب عن محتوياتها. يقول العلامة الطناحي رحمه الله: إذا سألت عبد الرحمن العثيمين عن مخطوط فقال لا أعرفه فلا تبحث عنه فليس له أصل. وصلت عبد الرحمن العثيمين رحمه الله مخطوطات فجلس يفتشها ويقرأ فيها من بعد العشاء ولم يفاجئ إلا بأذان الفجر. المؤرخ النسابة الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله من أعرف أهل الجزيرة بتاريخها ورجالها، وله مصنفات كثر في ذلك. من أبناء عنيزة الداعية الموفق الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، بنى المدارس ونشر الخير في الجنوب، سلوا أهل الجنوب عنه. من علماء عنيزة الشيخ حميدان بن تركي الحميدان رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 1203 من الهجرة. استوطن المدينة ونفع الله به، ولما حضرته الوفاة أمر أن يوجه إلى القبلة، فما زال يردد الشهادة حتى توفي رحمه الله. هذه لمحة من تاريخ عنيزة يصلح فيها قول الأول: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أستودعكم الله.